رشيد بغيت نرتفع بالافيلياسيون اكتيف، افيلياسيون اكتيف مي اسيرونس قريب تكملي في ديسمبر. ايه نورمال اختي، تقدري تدفعي نورمال مادام لافيلياسيون تاعك اكتيف. المهم المشكل راهو في الرونديفو اختي، يعني اذا كان عندك رونديفو تاع اسبانيا اتكلي على ربي ودفعي نورمال. السيد تاني قلت لكم خاوتي يعني ربما يعاود يفتح في لافان تاع كيما نقولوا حنا الشهر هذا، يعني في لافان تاع نوفمبر يعاودوا يطلقوا لي رونديفو تاع من لو 15 ديسمبر حتى نهايه العام. وخاوتي في البريود هذه راهي مليحه، يعني اتكلوا على ربي، حاولوا انكم تحكموا لي رونديفو تاعكم وان شاء الله فيها خير. خويا زكي والله ما عنديش معلومه على الناس اللي راهم متبلوك لهم الكونت بي ال اس، يعني اصبر مثلا دو جور والله وعاود ادخل نورمال ان شاء الله يتفتح لك ويمشي معك. ما تبقاش تدخل دركا، اصبر مثلا تبلوك لك، اصبر نهار ولا زوج عاود ادخل ان شاء الله يعاود يمشي لك. وش هل يقعد ويرجعوا الباسبور؟ وشكون هي البلاد هذه اللي ترجع الباسبور؟ اذا كانت اسبانيا راهم يقعدوا شهر. كيفاش راهي الفيزا اسبانيا هذو الايامات يا خويا؟ والله حس ما راني نشوف لا ماجوريتي تاع الناس راهم يمدوا لهم في الفيزا في البريود هذه، يعني راني قاعد نتبع انا لا ماجوريتي راهم يدوا في الفيزا، فهمتوني خوتي؟ يعني نسبة قليلة اللي ما راهمش يدوا. الناس كيما نقولوا حنايا لا ماجوريتي دواسا مدرحين، يعني دواسا مشريين، هادو يعني ما عندهمش نسبة كبيرة اللي راهم يدوا في الفيزا. من الناس اللي راهم سالاري يعني موظفين عند الدولة ومنظمين الدوسي تاعهم ريغلومونتير، يعني راهم كامل يمدوا لهم خوتي. راني يعني على بالي واش راني نقول ومتاكد خوتي. فيزا سياحه ايطاليا مليحه يا خويا، والله ما عنديش معلومات، يعني ما كانش دي كليون يعني مثلا شي ناس تعاملوا معايا، والله الناس نعرفهم دفعوا، والله ما عنديش معلومات دقيقه. مي انا اللي على بالي فرنسا بزاف واحد يعني دفعوا ومدوا لهم، وكذلك يعني اسبانيا اللي هي بقوه راهم بزاف ناس يدفعوا ويمدوا لهم بيان سور. هادو ما اللي راني انا متاكد منهم، حاجه مانيش متاكد منها ما نهضرش فيها خاوتي. مالطا خويا مالطا تمد سافا، مي كل واحد وزهرو، يعني كل واحد وزهرو وكل واحد وقوه الملف تاعو، يعني والتلاتمو تاعو ثاني لازم يكون التلاتمو تاع الملف تاعك يكون شباب. خويا بلون دو فواياج خاوتي، حبيت هاني نعطيكم معلومه، يعني ديروا في بالكم باللي بلون دو فواياج ولاتر هادي اكسبليكاتيف ولا موتيفاسيون هادو راهم غير زياده في الدوسي، يعني هادو ما تحتاجوهم ما والو. وكذلك يعني تيتر كونجي راني متاكد من روحي وعارف شراني نقول، يعني هادو ما مهمش مهمين ومن الافضل ما ديرهمش باش ما تكثرش يعني الوراق في الدوسي تاعك، يعني دير فقط الوثائق اللي راهم طالبينهم منك وتكل على ربي. مثلا واحد خدام سالاري دير يعني اتيستاسيون طرافاي تروا فيش دو باي لافيلياسيون تاع الكناس، عندك الرول في تاع سي سي بي تاع كيما نقولوا حنا السي موا الاخرين، الكونت الاورو يعني حاول انك دير يعني حوالي 2000 حتى 2500 اورو، دير هذيك كيما نقولوا حنايا رول في ديزيموليمون يعني شحال راك تدخل في العام هذه تجيبها من الخدمه تاعك. وكذلك يعني لاسيرونس دي فواياج يعني من الافضل انكم ديروا على الاقل اقل شيء ديروا اشهر. يعني خوتي هكذا الدوسي راهو سامبل، يعني ما فيش علم كبير، ماشي تروحوا ديروا كما نقولوا حنايا تيتر كونجي وديروا معاها نقولوا حنايا هذوما الوراق اللي زايدين هذوما غير سي با لا بان. من الافضل خاوتي انكم يعني كيما نقولوا حنا ديروا الوثائق فقط المطلوبين، ما تكثروش بزاف الوراق. سقسيني على المنع في تركيا خاوتي، اي واحد يديروا له المنع في تركيا ديروا في بالكم باللي يعني 95% بعد ما يعاود يدوموندي الفيزا راح يعطوا له الرفض. يعني انا ما ننصحش اي واحد عنده المنع فيزا تركيا كما نقولوا حنايا مثلا مانعينو، نقولوا حنا تجاوز المده تاع الفيزا، مثلا واحد عطاو له فيزا 30 يوم في تركيا سياحيه راح قعد تما شهرين ولا ثلاثه ولا اربعه ومن بعد عاود رجع للجزائر، وحب كما نقولوا حنايا كرجع للجزائر حب يعاود الفيزا باش يعاود يطلع. خوتي هذوما الناس كامل ما مشي مدولهم، يعني نقولوا 1% راهم يمدوا له، فهمتوني؟
سما اللي مخالفين فقط الناس كيما نقولوا حنا جزائريه مثلا تزوجت مع تركي ولا كذا، هذوك هما الوحيدين اللي راهم كيما نقولوا حنايا يمدوا لهم في الفيزا. اما اللي راحوا فيزا سياحيه وحرقوها وحبوا يعاودوا، يعني حتى ودير لهم رساله توضيحيه ما راحش يمدوا لك الفيزا. ما لا خوتي ننصحكم انكم ما تخسروش دراهمكم على فيزا تاع تركيا، سورتو الناس اللي حرقوا الفيزا تاعهم من قبل. يعني الحاجة الوحيدة اللي تقدروا ديروها وتجربوا فيها حظكم يعني انكم تبدلوا الباسبور تاعكم وتجربوا حظكم. يعني قادر كما نقولوا حنا كي تبدلوا الباسبور تاعكم، يعني السيستم راكم مسجلين بنيميرو باسبور القديم، كي تحلوا تاع تبدلوا باسبور جديد يعني راح يتبدل الرقم تاع الجواز. في دي الحالة يعني تقدر نقول كاين احتمال انهم يمدوكم الفيزا تاع الترك. مالا خوتي ننصحكم يعني ما تخسروش دراهمكم. رونديفوات فاش راهم واصلين خوتي؟ راهم واصلين يعني لو 14، يعني لو 14 ديسمبر، يعني نص تاع ديسمبر نقولوا حنا نص تاع ديسمبر. خويا رشيد السيد تاع بي ال اس ما راهش يدخل بالتليفون، خويا بالتليفون نورمال يدخل، وانما دير كيما نقولوا حنايا بلي راك راك متصفح بالهاتف، يعني كاني ندير فيديو وموريكم كيفاش ديروها هذه العفسه. اسبان انا دوسي وبويا دوسي مي فاميلي رايحين فورميلا نديرو واحد وحده ولا زوج. خويا دير في زوج، نتايا دير فورميلار والوالد تاعك يدير الفورميلار تاعو، سي اوبليغاتوار يعني كل واحد فيكم يدير الفورميلار تاعو. وريزرفاسيون تاع الاوتيل تقدر ديرو ريزرفاسيون وحده، وريزرفاسيون تاع البيت ديرو ريزرفاسيون وحده. وانما لازم يكون موجود الاسم تاعك في الريزرفاسيون تاع البي، والاوتيل ما يهمش عادي، المهم نتوما راكم دايرين رونديفو فاميليار. خاوتي الله يحفظكم، يعني ديروا لنا جام اللايف هدايا، وكاين واحد السهم من تحت خاوتي ديروا لنا بارطاج الله يحفظكم باش يدخلوا يعني بزاف ناس يستفادوا من هذا البث المباشر. يعني حبيت كيما نقولوا حنايا نجاوبكم على تساؤلاتكم. يعني راهو عندي كيما نقولوا حنايا برسك 3 جور يعني ما درتش لا لايف ما درتش فيديو، حبيت نديكم اليوم نجاوبكم. خويا رشيد بغيت ندفع بالافيلياسيون اكتيف، افيلياسيون اكتيف مي اسيرونس غريب تكملي في ديسمبر. ايه نورمال اختي تقدري تدفعي نورمال مادام لافيلياسيون تاعك اكتيف. المهم المشكل راهو في الرونديفو اختي، يعني اذا كان عندك رونديفو تاع اسبانيا اتكلي على ربي ودفعي نورمال. السيد تاني قلت لكم خاوتي يعني ربما يعاود يفتح في لافان تاع كيما نقولوا حنا الشهر هذايا، يعني في لافان تاع نوفمبر يعاودوا يطلقوا لي رونديفو تاع من لو 15 ديسمبر حتى نهايه العام. وخاوتي في البريود هذه راهي مليحه، يعني اتكلوا على ربي حاولوا انكم تحكموا لي رونديفو تاعكم وان شاء الله فيها خير. خويا زكي والله ما عنديش معلومه على الناس اللي راهم متبلوكا لهم الكونت بي ال اس، يعني اصبر مثلا دو جور والله وعاود ادخل نورمال ان شاء الله يتفتح لك ويمشي معك. ما تبقاش تدخل دركا، اصبر مثلا تبلوكا لك اصبر نهار ولا زوج عاود ادخل ان شاء الله يعاود يمشي لك. وشحال يقعد ويرجعوا الباسبور؟ وشكون هي البلاد هذه اللي ترجع الباسبور؟ اذا كانت اسبانيا راهم يقعدوا شهر.